خالد يلعب على خالد العبود، حال يمر يحاول يتقدم، يحاول يسدد في المرمى، في المرمى جول. هذه رصاصة الرحمة، رصاصة الرحمة لخالد العبود. الله يا أبناء الدانة، الدانة هم نجوم في هذا اللقاء. عملها أيمن رجب، مدرب ما يهرول العبث، هو مغير. جول خلجاوي ثالث في الدقيقة 26. شاهد معي كيف استلم كرة خالد. الله يا خالد، لم يهدى لبال ومرور وحاول وسددها أرضية، صدمت بالقائم وتعدلت في المرمى. خذ الآن طرب، خذ معزوفة حلوة لأبناء الدانة في هذا اللقاء، ثلاثة مقابل هدف. كبير عليك يا حطين، لكن من من؟ من أصحاب الخبرة الخليج، أبناء الدانة. خالد العبود يسجل الثالث الآن، ثلاثة مقابل هدف.